حضر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار وسمو رئيس الوزراء الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة بمناسبة الذكرى 46 ليومها الوطني الذي أجمعت فيه الإمارات السبع على وحدة المصير والهدف المشترك. وفود رسمية من داخل البحرين وخارجها حرصت على أن تكون من أوائل المهنئين للشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة. 4 عقود و6 سنوات مرت على تشكيل اتحاد برع الرعيل الأول في إمضائه ضمن ولادة ميسرة جاءت بتكوينة منمقة لدولة يحاببها التضلع ويلامس أركانها التفرد حتى أصبحت منارة من النهضة تطل على قطاعاتها الاقتصادية والسياسية وحتى موارد بشرية يشار إليها بصلاح فكرها. 2 ديسمبر من العام 71 وتسعمائة وألف يوم تاريخي وثق إعلان قيام اتحاد الإمارات السبع لتبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة أولى خطواتها نحو نماء لا يقف وتوفق يرافق خليطها المتجانس الذي يجمع بين الأصالة العربية من جهة وبين الحداثة من جهة أخرى. دولة الإمارات العربية المتحدة دولة شقيقة تربطها بمملكة البحرين روابط أخوة تجذرت عبر العقود بناها قادة الدولتين ودعمتها روابط الأخوية بين شعبي الدولتين الشقيقتين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. جذرت ومثلت دولة المؤسسات والقانون كلاهما تتبنى سياسة خارجية قوامها الاعتدال والانفتاح والوسطية. وفود دبلوماسية من داخل البحرين وخارجها حرصت على أن تكون جزءا فاعلا ومهنئا للشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفالها وابتهاجها بيومها الوطني، وتمثيل رسمي بحريني جاء على مقياس تلك الأسس المتينة والقوية التي ترتكز عليها طبيعة العلاقة الأخوية بين المملكة ودولة الإمارات. علاقة بيننا وبين الإمارات علاقة ثنائية، احنا نعتبرها مثل أو مثال العلاقة الثنائية التي تربط بين البلدان. ناهيك طبعا احنا في البرلمان لدينا علاقة متميزة مع البرلمان الإماراتي وتربطنا الكثير من العلاقات سواء على مستوى النواب أو على مستوى الأمانة، وحقيقة نحن دائما نلتقي في الاجتماعات الدولية وننسق فيما بيننا خصوصا في المواضيع الهامة. في هذا اليوم أرفع أجمل تحية لشعب الإمارات وأتمنى إن شاء الله لدولة الإمارات كل التوفيق والنجاح، والله يحفظهم إن شاء الله من كل شر. بارك ونهني حكام الإمارات وشعب الإمارات الشقيق بمناسبة العيد الوطني المجيد 46 للاتحاد. فعلا أعياد الإمارات أعيادنا وما في أي فرق بين البلدين، بلدين فعلا كبلد واحد على كل المستويات القيادة ولا الشعوب. شعر جاء بموجزه الوافي بمعناه، شاعر إماراتي وصف وحدة الحال والمصير وهدف مشترك لا يقبل القسمة على اثنين. حدث كبير طبعا، الحدث هذا غالي على قلوبنا كلنا، وتشرفنا اليوم بمشاركتنا ومشاركتهم عندنا في بيتهم. يقول إماراتي إماراتي ولاني بضيف يا العربان، أحس أني بشوفكم في هذا اليوم بحريني. هذا بيت طبعا منكم على أن احنا قلب واحد ونبض واحد وأهل وبنتم، والله لا يفرق من بينا إن شاء الله. ستة وأربعون عاماً على اتحاد استطاعت من خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون مثالاً للتميز يحتذى به. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.